سر هاي هاجس الى العليا شمال ومن قعمه للوفا لا تميل ولا تميل. اعزائنا المشاهدين مشاهدي قناه الحقيقه الفضائيه في ما كنتوا في المتوجه، السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد ولقاء جديد غيجمعنا بكم دائما في اطار برنامجكم، البرنامج اللي تعودتوا عليه، برنامج استعراض حاله الشفاء من المملكه المغربيه، برنامجكم ولا تيأسوا. كنت واجد اللحظه في مدينه الجديده وبالضبط في بيت السيده خديجه اللي عانات يعني لمده طويله مع عديد المشاكل. اكيد انه يعني السيده خديجه عانات من مشكل الاعصاب، مشكل مس، مشكل ارتفاع الضغط الدموي الى اخره، يعني من المشاكل النفسيه والعضويه اللي ترتبات عليها عديد المضاعفات كما قلت، واكيد انه يعني خلفت لها عدم ارتياح ومشاكل مع الاهل والاقارب، اضافه ايضا المشاكل يعني نفسيه بينها وبين راسها ايضا. فالسيده خديجه يعني التجأت المراكز الدكتور الهاشمي من بعد ما طرقت عديد الابواب بحثا عن الشفاء، ولكن ولله الحمد من بعد ما التجأت المراكز الدكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه استعملت جرعه المكملات الغذائيه وهي اللحظه بصحه جيده، وتحكي لكم اعزائنا المشاهدين كيف كانت رحله المعاناه ديالها مع المرض، هذه المعاناه الطويله اللي كما قلت يعني دامت منذ سنة 2003 إلى حدود اللحظة، الحمد لله يعني تشافت، وغتحكي لكم يعني تفاصيل ديال الرحلة ديال المعاناة ديالها، إضافة أيضا لتفاصيل الشفاء اللي تأتى لها كما قلت بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبفضل جرعة المكملات الغذائية التي تنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية. وأكيد أنه يعني السيدة خديجة استقبلتنا بحفاوة وبكرم وبضيافة المغاربة، فكل الشكر يعني للناس الجديدة وسكان هذه المدينة الرائعة، وأكيد أنه يعني بعد لحظات إن شاء الله غنخليكم مع شهادة السيدة خديجة، بقوا معنا أعزائي المشاهدين. السلام عليكم، معكم خديجة من مدينة الجديدة، نحكي لكم على المرض ديالي. كنت مريضة بالعصاب، وكنت مريضة بالقولون العصبي والضغط، ضغط الدم، وكنت مريضة بزاف، وكنمشي عند الطبيب ما كيقضي لياش، ومن بعد مشيت للمركز الهاشمي وخديت الاعشاب وليت بخير، الله يجازيه بخير. اللي مريض واللي باغي يتعالج يمشي للدكتور الهاشمي، المراكز الهاشمي، حيت داكشي الصح ماشي كذوب، زعما كلشي داكشي اللي كتشوفو راه بصح ماشي كذوب، جربوه وغادي تشوفو. ومن يلاه كان عنده المركز في الكراندي، ومشيت للدار البيضاء، كنت كنمشي عند الطبيب، الطبيب كيقول لي ما عندك والو، كان عندي الاعصاب، كان عندي السحر، وكان عندي سميت السحر والعصاب والقولون العصبي، ضغط الدم، كنمشي كندوز عند الطبيب ما كيقول لي ما عندك والو، والدواء ما دار لي والو. ملي مشيت لمراكز الهاشمي وليت بخير على خير الحمد لله، كنشكر الله وكنشكر الدكتور الهاشمي. مشيت للدار البيضاء، دوزت انا بعدا في الدار في الجديده، ومن بعد دوزت في الدار البيضاء، من تما شي ناس قالوا لي راه كاين المركز الهاشمي، كيقول لي عندك الاعصاب، ولكن كان عندي السحر، وكنت واكله وكان عندي السحر، وكان كيقول لي عندك غير الاعصاب، كيعطيني الدواء ما كيدير لي والو، داك الدواء غير كينعس، ما فيه فايده صافي. ومن بعد ملي مشيت عند الدكتور الهاشمي ولا داك الاعشاب وافقوني، كناكلهم بخير على خير، كنحس براسي بخير وناشطه، مابقاتش مكهفه بحال كي زعما داك التخليقه وداك الشيء اللي كان فيا مابقاش. الان دابا ما كيوافقنيش انا الطبيب، الاعشاب كيوافقوني، كنمشي عند الطبيب كيقول لي ما عندك والو، كيعطيني الدواء كناكلو ما كيوافق ما كيدير لي، وكنقول واقيلا الطبيب ماشي هو هذاك، نمشي لطبيب اخر، عاوتاني كيدوز لي نفس المشكل، ديما كنبقى نفس المشكل بزاف بزاف بلا حساب. شحال من واحد مشيت عندو ما كيقضي لي والو، والاعشاب هما اللي لقيت عليهم راحتي وتشافيت عليهم. كنت قج ما كنحملش نقص في الدار، وما كنحملش ولادي ما كنسوقش ليهم، وصافي مليت، ما عنديش هذاك الطموح في الحياه، ما بحال فقدت الامان. كنت قج ما كنحملش بنادم بزاف، كيعجبني نقص بوحدي، المهم هذاك المرض ديالي ما عرفتش، ما فهمت ليه والو، كتحس بالحقره، كتحس بان اقرب الناس ليك كيبداو يكذبوا، كيقول لك هذه راه مريضه شكون كديرها بالعاني، وانت الله اللي عالم بيك، بالاخص بالليل ما كيجينيش النعاس. وصافي من بعد ملي جات الاعشاب الحمد لله وليت كنعس، وليت بخير على خير، تبدلت حياتي، وليت عندي الامان في الحياه، نعيش وندور. ملي كتكون مريض كيفاش غيكون عندك الامان وانت مريض، ما كتنعسش بالليل وما مرتاحش، كيفاش غادي تحس بالحياه؟
انا كنت كنشوف القناه ديال الهاشمي شحال هادي، ف ديك الساعات كنت تيجار وقي ما كانش كيدير الاعشاب. ومن بعد عاد ملي مشيت للدار البيضاء واحد المره قالوا لي كاين المركز في الدار البيضاء، في الدار البيضاء ما كانش في المغرب كله. هذا تما خديت الجرعه حسيت براسي بخير صافي، بقيت نتبع عنده حتى وليت لاباس. الاخر ما عنديش مازال مشكل، ما بقيتش كنحمل الدار، ما بقيتش كنحمل الشغل، وليت كنلقى راحتي نخرج. دابا لا، دابا الحمد لله كان ولات عندي الحياه عاديه طبيعيه بحال اي واحد. كنقول لهم حيت بنادم ما يعرفش حق المرض تيمرض، ديما بنادم الا شتي مريض قدر ظروف وطلب ليه الشفاء، واللي مريض يمشي للمراكز الهشيمي. صراحه هذا الشيء راه بصح ماشي كذب، الناس اللي كيكذبوا كيقولوا لا راه هذا يمشيوا يجربوا، حيت الا جربوا عاد يعرف. كان الطبيب ومن بعد كيقولوا لي سبي يقدر يكون المس ولا السحر، كنمشي عند الفقهاء، انا ما كيعجبنيش نمشي عند الفقهاء، كيضحكوا عليك وتشعوذ اش غايديروا لك، هما داروا راه طراتهم. اذا مشيت واحد المره عند واحد الفقيه ما عجبنيش، انا ما عنديش النيه في ديك الشيء، واخا نمشي عنده ما يتقداش لي غلط حيت ما كنديرش النيه. ما كيقول لي عندك السحر عندك المس، ندير لك شي بخور، ندير انا ما عنديش مع ديك الشيء صافي. بقيت الله فرج عليا الاعشاب ديال هادشي وليت بخير. ننصحو ما يمشيوش للشعوذة، حيت اللي كيمشي للشعوذة 40 يوم ما كيدورش ملك حداه، حيت دوك غير لا يفلح الساحر حيث أتى، داك الشيء ما منوش، ولي يخسروا فلوسهم على والو. حيت هاد الهاشمي هادشي ديال هاد الأعشاب ديالو فيهم قرآن، ما فيهمش شي حاجة اللي فيهم قرآن، الأعشاب طبيعيين ديال النبات، يعني النبات ديال الارض ماشي شي حاجه صنعها هو ولا شحال، الاعشاب طبيعيه والقران والمحو داكشي زوين، ماشي شي حاجه طبيعيه وباينه، ماشي شي حاجه غتشك فيها ولا غادي تقول هادي غادرني ولا الا ما نفعوك ما يضرك. كنصحهم اللي مريض يمشي للدكتور الهشيمي، الله هو اللي كيشافي، انما الدكتور الهشيمي السبب، هادشي الاعشاب ديالو السبب. إلا الله يشفي، إلا بغى يشافي، إلا بغى الله يشافيك راه غادي تشافى. المهم الأعشاب زوينين، اللي مريض يمشي للدكتور الهشيمي، كنصحهم اللي قال هادشي كذوب يمشي جار. كنشكركم، نشكر الطاقم التقني، وتنشكر كاع الموظفين اللي في المراكز، وتنشكر الدكتور الهشيمي، كنشكر الله سبحانه وتعالى اللي شافي اللي جاب لي الشفاء، وكنشكر الدكتور الهشيمي. كنطلب الله يصحى الله يعطي صحيحته. شكرا لكم. وانت راع الاول وبعد النهايه والخير.